أغلب مخلوقات ربنا، لكن بمجرد ما تثبت لهم إن جواك خير ليهم بيسلموا لك نفسهم. مطلوب إنك تحرص في حياتك، في علاقاتك بالبشر، بس إنك تشوه صورة الناس في ذهنك بدون مبرر واضح، ده اللي بيخسرنا ناس كتير. خليك زي الطير اللي بياخد حذره منك في الأول، لكن دايما سايب مساحة لحسن الظن فيك. في الأول يمكن يخاف منك، بتبقى غير متوقع، يمكن تأذيه ويمكن تساعده، لكن بمجرد ما بيشوف في تصرفاتك مساحة كافية بالنسبة له إنه يثق فيك، ساعتها بيقرب لك، وساعتها مش ممكن يسيء ظنه بيك ولو للحظة. وعشان كده بنخسر لما بنسيء الظن في ناس عرفناهم ووثقنا فيهم، وبنتسرع لما بنشوه صور ناس ممكن تكون قلوبهم مليانة خير لينا وإحنا مش فاهمينهم. لكن طول ما الإيمان مالي قلوبنا، اطمن إن ربك هينور بصيرتك ويحميك. فاللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وبعبادك يا رب العالمين.